بتحسسني بأمان هي مامتي. الاستقرار الأسري، الاستقرار الاجتماعي، التوفير العائد المادي اللي انا اوفر بيه احتياجاتي واحتياجات اولادي واحتياجات البيت. حسام بكون بالامان مع ماما في البيت ومع اخواتي، دول اكتر حاجه بحس معاهم في الامان. ماما طبعا وبابا، اعتقد انه مهما كان عندي يعني شغل دخل مادي ايا كان، هما بالنسبه لي نمبر واحد في الامان. يعني مفيش حاجه تتقال. يعني اول حاجه طبعا الاسره بشكل عام، يعني دي اكتر حاجه ممكن تديني امان وطاقه. تاني حاجه انه يبقى فيه دايما سند وداعم لشريك الحياه، يعني يكون سند وداعم وواقف في ظهري دايما. ان انا اكون وسط ناس انا بحبهم او برتاح معاهم، وتفر بقى الناس دي مين، صحابي، عيلتي، ناس انا بحبها، دي اكتر حاجه ممكن تبقى بتحسسني بالامان. يعني انا اكتر حاجه بتحسسني بالامان اهلي، مامتي اكتر بصراحه عشان بابايا دايما في شغله، وصحابي. اكتر حاجه بتحسس الانسان بالامان هي ربنا، يعني ربنا هو اللي متحكم في كل حاجه في الدنيا، فالموضوع كانه كده عامل زي الهرم الغذائي، مادام ربنا موجود في حياتك فهو ربنا ده اهم حاجه هيحسسك في الامان في كل الباقي. طب لو في زوج موجود او اخوات او قرايب او صحاب، فدول بعد ربنا، دول مصدر تاني. طب ما فيش دول وفي مثلا شغل، فده بعد كده، بس كل ده مبني على الاساس اللي هو ايه، ان ربنا موجود في حياتك. فانت مادام قريب من ربنا وملتمس ان انت تشعر بالامان في علاقتك مع الله، فانت كده هتبقى امان في كل حاجه، لان ما فيش حاجه في الدنيا كلها مضمونه غير ربنا.